عدد مهم من حالات الضبط تمت على إثر خرق حالة الطوارئ وعدم احترام الحجر الصحي. صباحكم مبروك مشاهدينا، صباحية من الدار اليوم ومع الأستاذة روجاني. غادي نشوفوا كيفاش تتم هذه حالات الضبط، وفاش تتم، كيفاش تيتم فيها أو كيفاش تنحترموا فيها ونقوموا باحترام القواعد الصحية ضد الوباء. الجواب معك أستاذة خديجة روجاني، صباح النور. المشاهدين والمشاهدات، كيف ما قلت يا سميرة، الموضوع ديال اليوم كيتعلق بحالة الطوارئ. فمنذ سجل أول حالة ديال كوفيد 19 ببلادنا، بادرت الحكومة والسلطات إلى اتخاذ تدابير وصدرت تعليمات وأوامر، وكذلك صدرت مراسيم قانونية متعلقة بهذا الطوارئ. واليوم غادي نتكلموا على ثلاثة ديال المراسيم اللي عندها علاقة مباشرة بهذا الموضوع. هذه الحالة ديال الطوارئ اللي هذه القوانين استثنات فيها بعض المهن الحرة وكذلك بعض المؤسسات اللي كتقدم خدمات حيوية ما يمكنش أنها توقف، من ضمنها المستشفيات، كذلك من ضمنها المحاكم. فالمحاكمة ديال الأشخاص اللي هم في حالة اعتقال هي مستمرة، لأن الأمر كيتعلق بالحرية ديال الأشخاص. وكما كتلاحظ يا سميرة، أنا كنت واجد بالمكتب ديالي، ولأن اليوم تصادف مع جلسة ديال أحد المعتقلين، وأنا مضطرة بأنني من بعد نتوجه إلى المحكمة وغناخذ الاحتياطات، من ضمنها أنني ندير البافيت، ومن ضمنها أنني نخلي مسافة وإلى غير ذلك من التدابير والاحتياطات الضرورية. ضروري من الإشارة على أن السلطات القضائية بإشراك ديال جمعية هيئات المحامين أصبحت تنظم جلسات عن بعد، والهدف منها هو حماية انتقال هاد كوفيد 19 إلى داخل المؤسسات السجنية، وما بقاش السجين مضطر أنه يجي المحكمة، فهو من قلب المؤسسات السجنية كيتواصل مع المحكمة، وأن اللي كيكون كيتواجد داخل القاعة هو القضاة، هو النيابة العامة، هو كتب الضبط، المحامون والمحاميات، وكذلك بعض المهن اللي عندها علاقة بالعدالة إلا كانت ضرورة من التواجد ديالها. نرجعوا للموضوع ديال المراسيم المتعلقه بحاله الطوارئ. هي ثلاثه ديال المراسيم. كاين مرسوم كيتعلق بسن احكام خاصه بحاله الطوارئ اللي صدر ب 23/3/2020، واللي نص على انه كيتم الاعلان على حاله الطوارئ اما بسبب مرض معدي او بسبب وباء من ضمنه هاد كوفيد 19 اللي كيعاني منه العالم باسره مؤخرا، وان اللي عنده الصلاحيه يعلن على حاله الطوارئ هو وزيري الصحة، مادام أن الأمر كيتعلق بأمراض معدية أو وباء، وزير الداخلية. وزير الداخلية لأنه هو اللي عنده الصلاحية والمسؤولية ديال فرض احترام التدابير والشروط اللي كتجي بها الحالة ديال الطوارئ. نص هذا المرسوم أيضا على ضرورة التقيد بالأوامر وبالتعليمات، وكذلك نص على أن الأجال اللي كتجي بها القوانين كيتوقف الاحتساب ديالها إلى حتى تسالي الحالة ديال الطوارئ ما رافق هذه الحاله ديال الطوارئ من حجر صحي. نعطي مثال، مثلا الشخص كان سبق وتوصل برساله انذاريه من اجل اداء واحد الدين اللي على العاتق ديالو، وتحدد له واحد الاجل من اجل الاداء، والا غادي تكون تبعات قانونيه كيتحملها. فهذا القانون نص على ان هذاك الاجل كيتوقف، وما يمكن البدايه ديال الاحتساب ديالو حتى تسالي الحاله ديال الطوارئ والحجر الصحي. من ضمن المسائل ايضا اللي جاب، وكذلك استثنى الاستئناف ديال الاحكام اللي كتصدر ضد المعتقلين، فهم ملزمين بالتصريح بالاستئناف داخل الاجل اللي منصوص عليه بالقانون، وكذلك المحامون والمحاميات اللي كينوبوا عليهم ملزمون بالتصريح بالاستئناف داخل هذا الاجل لانه ما توقفش. جاء هذا القانون ايضا بعقوبات على ارتكاب افعال اللي جرم هذا القانون، من ضمنها المخالفه ديال الحاله ديال الطوارئ، من ضمنها العرقله ديال الحاله ديال الطوارئ، سواء عن طريق العنف، سواء عن طريق التهديد، سواء عن طريق الاكراه، وكذلك التحريض على مخالفه حال الطوارئ وما جاءت به من تدابير ومن شروط ومن تعليمات، سواء بواسطه خطب، بواسطه صياح، بواسطه رسائل، بواسطه مسائل مكتوبه، وكذلك سواء تم استعمال الوسائل السمعيه، الوسائل البصريه، الوسائل الالكترونيه. وبالتالي كنفتح قوس باش ننبه الرواد ديال وسائل التواصل الاجتماعي على ان كل شيء مراقب. لماذا؟ لان الامر يتعلق بصحه عموميه، لان الامر يتعلق بنظام عام، وبالتالي التشكيك في وجود وباء او التحريض على مخالفه ديال الحاله ديال الطوارئ او العرقله ديال الحاله ديال الطوارئ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فهي معاقب عليها.
لذلك تم ايقاف العديد من الاشخاص مؤخرا اللي ما احترموش هذا القانون، وتقدموا المتابعه تقدموا المحاكمه في حاله اعتقال من اجل مخالفتهم الحاله ديال الطوارئ والتدابير اللي جات فيها او عرقلتها او التحريض عليها، وكذلك من اجل ارتكابهم افعال اخرى اللي كتجرمها وكتعاقب عليها قوانين اخرى، مثلا السرقه في حاله الطوارئ اللي كتعتبر جنايه، او مثلا العنف ضد موظف عمومي ولا عدم الاحترام ديالو اللي كيجرموا القانون، او ارتكاب افعال جرميه اخرى. نشير على انه الى غايه الايام القليله السابقه تم ايقاف ازيد من 80,000 شخص في بلادنا، وان اغلبيتهم تقدموا في حاله اعتقال، وكذلك جزء كبير منهم صدرت في حقهم عقوبات سلبيه للحريه. شنو العقوبه اللي جاء بها هذا المرسوم الصادر في 23/3 من اجل المخالفه او العرقله او التحريض على مخالفه هذه الحاله ديال الطوارئ؟ كاينه عقوبه حبسيه من شهر الى 3 شهور، عقوبه ماليه من 300 حتى 1300 او باحدى هاتين العقوبتين. كاين مرسوم اخر اللي صدر في 24 مارس، هذا المرسوم اعلن على حاله الطوارئ اللي قال بانها غتستمر حتى 20 ابريل، وجاء بواحد الامور اخرى، ولكن قبل ما نطرق لها غادي نشير المرسوم الثالث. المرسوم الثالث اللي صدر بتاريخ 18 ابريل، واللي مدد الحاله ديال الطوارئ الى غايه 20 ماي على الساعه 6 مساء. فخصنا ننتبهوا، انا ماشي نهار 20 ماي غنخرجوا مع 7 الصباح ولا مع 12 النهار ولا مع 6 العشيه، راه حاله الطوارئ غتستمر حتى 6 العشيه من تاريخ 20 ماي، الا ما كانتش مثلا شي تمديد اخر بطبيعه الحال، فالتزموا بها الى غايه 6 مساء من تاريخ 20 ماي. اذا رجع الان المرسوم الثاني اللي اعلن على حاله الطوارئ الى غايه 20 ماي، واللي نص على منع المغادره ديال البيوت، وان اللي اضطر المغادره ومسموح ليه وعنده الرخصه اما من عند السلطات المحليه واما من عند الهيئات اللي كتنظم هذيك المهن ولا هذيك الوظائف ومسموح له انه يغادر، خصو يتخذ التدابير والاحتياطات. كذلك النقطه الثانيه اللي جابها هذا المرسوم هو انه منع التنقل الى من المساكن إلا في حالات خاصة اللي نص على سبيل الحصر وماشي على سبيل المثال. أشنا هي هاد الحالات اللي مسموح له فيها يغادر المسكن مع احترام الوقت طبعا، ميمكنش نتجاوزو 6 العشية، وأنه غادي يجيب ما ياكل وما يشرب، أو غادي يشري مثلا الأدوية، أو مثلا الشخص مريض خصو يمشي للمصحة ولا عند الطبيب ديالو بالعيادة أو المستشفى، ولا مثلا عنده تحليلات طبية ضروري خصهم يجي يديرهم في المختبر، أو عنده فحوصات بالأشعة دي غاديو دي سكانير ولا شي حاجة ولا ليكوغرافي اللي خصو أنه مثلا يديرها، هادو مسموح لهم أنهم يتنقلوا من المنازل ديالهم. كذلك سمح أشخاص لأسباب عائلية، ماشي أي سبب عائلي غادي تزور عائلتك لا، ولكن شي شخص مثلا مذوي الاحتياجات الخاصة أو مثلا شخص مريض محتاج المساعدة ديالك، فمسموح لك أنك تغادر. وكذلك هذا المرسوم ديال 24/3 اللي صدر في 18 أبريل نص على ضرورة إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات اللي المؤسسات اللي كتستقبل العموم، وكذلك راه نص على منع التجمعات والتجمهرات، اي مساله اللي ممكن انها تشكل خطوره على الصحه وانها تؤدي الى انتشار الوباء، وان اعطى الصلاحيه لولاة العمال انهم ينفذوا هذا القانون ديال حاله الطوارئ واللي رافقوا حجر صحي. وبالتالي مسؤوليه على عاتقنا كنا كمواطنين ومواطنات متضامنين فيما بيننا، اننا نحترموا هاد المراسيم، نحترموا حالات الطوارئ، نحترموا الحجر الصحي، ونبقاو في ديورنا من اجل الحمايه ديال الصحه ديالنا، وكذلك من اجل الحمايه ديال الصحه ديال الاخرين، وكذلك من اجل النظام في بلادنا، ومن اجل الامن والامان. شكرا سمير. إذا نردوا بالنا ونحترموا القوانين لأنها مفروضة على الكل، وفي حالة اختراقها فالسلطات تطبق القانون. شكرا لك أستاذة. ومن بين المهن اللي باقة تتزاول لحد الآن وباقة مسموح بمزاولتها، هناك كل ما له علاقة بالتغذية والطعام. صحيح الحمد لله كل شيء موجود، لكن مزيان نتفادى ونخرجوا، إذا كان ممكن نصوبوا الحويجات اللي غادي نمشيو نتقداو على برا نصوبهم في الدار وبنفسنا. هدى جنى اليوم غادي تصور لنا كيفاش نصوبوا الورقة البسطيلة في البيوت ديالنا، فلنشاهد.
صباح الخير عليكم. صباح الخير سميرة. كما قلتي اليوم غادي نوجدوا الورقه اللي كنعرفوا اننا في هذا الشهر المبارك كنحتاجوها بزاف، ولكن باش ما غنخرجوش غنوجدوها في الدار. شنو غادي نحتاجوا؟ غادي نحتاجوا واحد الزلافه ديال الفرص. هاد الزلافه اللي بحال دابا انا عبرت بهادي هي اللي غادي ندير بها الماء باش يجينا القياس مزيان. غادي ندير معاها واحد شويه ديال الملحه، تيوتا ديال الملحه، وغادي نبداو نكبوا الماء بشويه بشويه. هنا اللي عنده الطحين مثلا كيشرب بزاف يقدر يزيد شويه ديال الماء، وانا غادي نوريكم كيفاش غادي تجي العجينه باش ما تجيش لا خفيفه بزاف ولا ثقيله، يجي قياسها مزيان. غادي تخلطوها، غنكبر الماء حيت عارفه القياس عندي مزيان، وغادي تجي بحال العجينه ديال البغرير. دونك هنايا غادي نخلطوا، يا اما غتكملوها تخدموها بيديكم، يا اما غادي تدوزوها كما درت انا من قبل، دوزتها في الخلاط الكهربائي باش جاتني سهله ودغيا دغيا وجدات ليا. الا وجدتوها بيديكم خلطوها حتى تولي العناصر كلها نوريكم كيفاش، ديك الساعه دوزوها في واحد الغربال ولا في الشبكه باش تصفيوها، ما خصش يبقى في هذيك الحبيبات لان الا بقاو فيها ما غاديش تعجنكم مزيانه. دونك حنايا غادي تخلطوها بحال هكا، ومن بعد كما قلت لكم دوزوها في الخلاط الكهربائي. انا وجدتها من قبل، غادي نوريكم كيفاش جاتني. هذه هي الثقل ديالها كيفاش كيجي بحال هكا، ما خصهاش تجي ثقيله اكثر. صافي هذه راه هي واجده. علاش غادي نحتاجو كذلك؟ غادي نحتاجو لي بانسو. قبل من لي بانسو هنا عندنا واحد الطنجره اللي درت فيها انايا الماء غليان، ما تعمروهاش حتى للفوق، خليوها شويه بحال من نص الماء. انايا هنا غادي نزيد عليها شي شويه، وغادي نخلي نحط فوق منها واحد المقله كما شفتوا، المقله ما تكونش كتلصق، غادي نحطها فوق منها، ومني نشوفها ندير غير يدي بحال كنشوفها سخنات، ديك الساعه غادي نبدا نخدم بها. الله يخليكم، هنايا اللي غادي تخدم الورقه ما تحطش الورقه في الارض، يعني البوطه تكون في الارض، والدراري غادي ما يجي نردوا البال لان هذا الشيء فيه الخطر عليهم. دونك ديروها ملي ما يكونوش معكم الاطفال، وكما قلت لكم ردوا البال مزيان. على حاجه اخرى، هذا البانسو هذا ما غاديش يمكن لكم ديروا به الورقه لانه رقيق بزاف، غادي تجيكم كلها مخططه. هذا غادي نخليه فقط للزيت اللي غادي ندهنوا بها الورقه. هنايا عندنا هاد الشيتات اللي بحال هكا، انا هذه ما صدقاتليش مزيانه، قاصحه كما كتشوفوا. دونك الا كانوا بحال هادو والشيتا رطبه مزيان. انا باش ما نخرجش عندي واحد البانسو اللي كنديروا به الفخاج وباقي جديد، درت فيه شويه ديال الماء وشويه ديال الخل، وبه باش غادي نخدم جاني الصراحه مزيان. خص الشيتا تكون بحال هكا رطبه باش كتمشي مزيان على المقله وما ما كتلصقش. الوغ هنا غادي نبداو نقربوها باش ما نوسخوش. كنديروا، انا غادي نوريكم، غادي نحيدها نورمالمون، ما خصنيش نحيدها، غادي نوريكم. ها نتوما غادي ديروا التدويزه الاولى، شوفوا كي كتمشي معها الشتيته كتمشي مزيانه مع هاد العجينه اللي درنا رطبه. غادي ندوزها حتى ما كتبقاش باينه ليا الخوى، يعني كتجيني كلها باينه عامره، ما نكثروش باش ما تجيش الورقه غليظه، لان الا جات غليظه ما غاديش تجينا مزيانه، والا جات رقيقه بزاف غادي تهرس لينا حتى هي ماشي مزيانه. دونك صافي، وغادي نحطها بحال هكذا. غادي نزيد انا شويه على البوطه باش تطلع ليا دغيا. هنايا غادي نوريكم عاود كيفاش غادي تبدا كتقلع. غادي نجيب واحد الطبيصل انا راه وجدتها من قبل، هنايا غادي نديرو فيه فوق منه الفيلم اليمونتيغ. حاجه اخرى، الفيلم اليمونتيغ باش ما يبقاش يتكمش لكم، دهنوه بشويه ديال الزيت بحال اللي درت بحال هكا، صافي راه ما كيبقاش كيخسر، كيمكن لك تحلو وتسدو. ملي تبغيو تطلبوا الورقه من الاحسن انكم توجدوا الحشوه كامله من قبل باش غير توجدوها هذيك الساعه. طول بغيتوا ديروا البريوات، بغيتوا ديروا لينان، بغيتوا ديروا المالح الحلو، يعني على حسب اللي باغي نتوما ديروه، ماشي مشكل باش دغيا دغيا كطلوها. سورتو ما ديروهاش في الثلاجه باش ما تخسر لكمش. انا غنوريكم كيفاش وجدتها بعد هادو اللي وجدتهم ودهنتهم. شو كي كتجي الورقه هذه الزيت جات نهزها غير وحيده هكا، شوف بعدا كي كتحل ما كتلصق ما والو، وشوف كيفاش كتجي شفافه بزاف. هنايا بالنسبه للورقه الا بغيتوها كبيره غادي ديروا المقله اللي هي كبيره، بغيتوها تجيكم صغيره غادي ديروا المقله صغيره على حسب ديك الساعه علاش بغيتوها. الا كانت بحال دابا غادي ديروا البسطيله، من الاحسن ديروا المقله اللي هي شويه كبيره. دونك انا غادي نتسناها هنايا تسخن ليا المقله. ها هي دابا بدات كتحيد من الجنبات، انا غنوريكم كتبيض، شتي كي كتولي بيضة غادي تعرفها بان بدات كطيب، وهي كتبدا بوحديتها كتقلع من الجناب. اون فوا غتبدا كتهز لكم من الجناب بلا اي مشكل، غادي نجروها
وغادي تشوفوا كل كتشي معتبره وهنا بلا ما كتقطع لينا والو، كما كتشوفوا شفافه. غير غادي نحطوها، غادي ندهن الثانيه وعاد نجي هنايا ندير عليها الزيت باش انايا كنربح الوقت. دونك هنا غادي ندير عاوتاني واحده اخرى، كما قلت لكم ما تحيدوهاش من فوق المقله، انا وريت لكم قبيله كيفاش غادي ديروا. كما قلت لكم دوزوا مره وجوج وثلاثه حتى كتعمر كامله. فوالا، هي الحقيقه ساهله، غير خص الواحد ياخذ عليها الخاطر. وفي الاول يمكن ديك الورقه الاولى الثانيه ما تصدق لكمش، من بعد صافي راه يديكم غادي تولف عليها وغادي تمشي سهله صافي. هذه بحال اللي كيبقاو كيضربوها باليد، كيبقاو يعمروا يعمروا حتى كتعمر كامله. هنا غادي نمشي ناخذ الباسو اللي قلت لكم وغادي ندهنها بشويه ديال الزويته ونعاود نغطيها بالفين اليمونتير باش ما تيفسليش حتى نوجدها ونساليها كامله. ها هي عاوتاني هذه بدات كتحيد، ها هي اللي غادي نحيدها. فوالا، كما قلت لكم كي كتجي شفافه رائعه جدا. كنتمنى ان هاد الورقه هذه تفيدكم، كما قلنا ما تخرجوش من ديوركم، وجدوها بوحديكم وبالصحه والعافيه ان شاء الله. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك وصيامكم مقبول. وهذه فرصة أغتنمها لأحيي فيها كل السيدات والسادة اللي تخدموا في هذا الميدان. نعم، صوابد الورقة فتح بيوت وكان مصدر عيش بزاف ديال العائلة. تحية لهم إذن، وشكرا لهدى جنان. هكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من صباحيات من الدار. نتلاقاو غدا إن شاء الله في نفس الموعد في ديوركم. دائما غادي يجيو عندكم الدكتور الزهراني وصوفيا الجميل. نهاركم مبروك وصيامكم مقبول بإذن الله.